مفاجآت كبرى، المخابرات العامة المصرية تكشف أسرارا تنشر لأول مرة على التلفزيون في مصر. وصدمة، مسلسل مصري يثير ضجة في مصر حول قضية تغيير نسب الأبناء. وتعليمات وتحذيرات من وزارة الصحة المصرية للمصريين في رمضان. وفي مفاجأة، تفاصيل قيام المصريون بضخ 500 مليون جنيه في بنوك الحكومة في أيام. وأسعار للذهب مصر ما شفتهاش في تاريخها، الذهب بيقفز مرتين خلال ساعة. بننشر التفاصيل وتفاصيل منح الجنسية لابنة رجل أعمال سوري كبير مقابل مبلغ ضخم. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ل 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وبتعملوها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وصدمة، مسلسل مصري يثير ضجة في مصر حول قضية تغيير نسب الأبناء. أثارت الحلقة 10 من مسلسل فاتن أمل حربي الجدل حول طرح فكرة تغيير نسب الأبناء لتصبح على أسماء أمهاتهم، كما فعلت الطفلة نادين التي تجسد دور ابنة فاتن في العمل. وجاء في المشهد الأخير من الحلقة 10 حوار بين المعلمة في المدرسة وبطلة العمل فاتن نيلي كريم، حيث نبهت المدرسة لخطر انعكاس المشاكل العائلية على الأبناء. قامت ابنة فاتن في العمل بتغيير نسب عائلتها على بركة الامتحان ليصبح نادين فاتن أمل حربي. وقامت الفنانة نيلي كريم بنشر صورة من المشهد الأخير لينقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، حيث اعتبر البعض بأن هذا المشهد سيحرض الأبناء على آبائهم، وأن طرح فكرة الأب كشخص سيء تساهم في تشويه صورة الأب، بينما اعتبر البعض الآخر بأنه يجب السماح للأطفال باتخاذ القرار في هذه الحالة. دعمت الفنانة هالة صدقي التي تشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي قرار الطفلة التي لا تريد وجود أي شيء يربطها بوالدها بسبب تصرفاته، وطرحت الموضوع على حسابها الرسمي على الانستجرام لتترك التفاعل للمتابعين. ويناقش المسلسل المصري فاتن أمل حربي قضايا تتعرض لها المرأة المصرية بعد الطلاق، كالولاية التعليمية للأطفال في حالة الطلاق، وحضانة الأم للأبناء في حال زواجها مرة أخرى. وتخوض بطلة العمل معركة مع قانون لحماية أبنائها. وأثار المسلسل الجدل منذ بداية عرضه، إذ ارتفعت أصوات المطالبين بتغيير قانون الأحوال الشخصية في مصر وتغيير القوانين الظالمة للمرأة بحسب المختصين. يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي بطولته بترجع لنيلي كريم وهالة صدقي ومحمد ثروت وشريف سلامة، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل. المصدر معانا كان من ارتي والسوشيال ميديا. اترك لحضراتكم التعليق، ولكن انا عاوز اعلق على هذا المسلسل. هذا المسلسل للاسف بيحارب الاسره، والاستاذ ابراهيم عيسى مطلع الشخصيات الدينيه في هذا المسلسل شخصيات ضعيفه. عندنا مثلا الشيخ اللي لجأت ليه الفنانه نيلي كريم بيمثل دور الشيخ الشرنوبي، فمطلعين يعني الشيخ بطريقة ضعيفة جدا. وللأسف يعني هذا المسلسل موجه بطريقة معينة لتخريب الأسرة المصرية ومحاربة الآباء. أترك لحضراتكم التعليق، عاوز أعرف رأي حضراتكم في هذا العمل الفني، وعاوز أعرف رأي حضراتكم في إبراهيم عيسى المثير للجدل اللي يعني بقاله فترة عمال يثير الجدل وبيقول تصريحات غريبة جدا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومفاجآت كبرى. المخابرات العامة المصرية تكشف أسرارا تنشر لأول مرة على التلفزيون. رصد مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض في مصر تورط جماعة الإخوان في تهريب شحنة أسلحة لمصر في عام 2012. ورصدت الحلقة 9 من المسلسل جهود التحريات الخاصة بضباط المخابرات العامة بقيادة العقيد مروان، ومشاركة قياد الإخواني صفوت حجازي كأحد العناصر الرئيسية في تهريب هذه الشحنة. أظهرت التحريات أن العنصر الأجنبي يدعى غراب ويسعى فريق المخابرات العامة لضبطه،
للوصول إلى الطرف الثالث المشارك في محاولة تهريب هذه الشحنة إلى داخل مصر. يعرض مسلسل الاختيار 3 عدد من الأحداث الفارقة التي شهدتها مصر أثناء تولي جماعة الإخوان الحكم، والصدام بينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة والشعب، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وجهاز الأمن الوطني. المصدر معانا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وعاوز أعرف رأي حضراتكم في مسلسل الاختيار 3 بطولة ياسر جلال وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وبعض النجوم المتألقين الصراحة في هذا العمل الفني في رمضان. عاوز أعرف برضو رأي حضراتكم في هذا المسلسل. انتقل مع بعض الخبر آخر، وتعليمات وتحذيرات من وزارة الصحة المصرية للمصريين في رمضان. أصدرت وزارة الصحة المصرية تعليمات لمرضى السكري في مصر بخصوص الصيام شهر رمضان، محذرة من تناول أنواع محددة من الأطعمة والمشروبات. وفي تقرير رسمي لها، أوضحت وزارة الصحة والسكان أنواع الطعام الصحي والمناسب لمرضى السكر في رمضان، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لتغير المفهوم الصحي لدى المواطنين والنهوض بالصحة العامة. أشارت وزارة الصحة إلى أنه يتعين على مرضى السكر في رمضان تأخير السحور قدر الإمكان، محذرة من تناول المخللات والحوادق لمرضى السكر في رمضان. كما وجهت الوزارة نصيحة لمرضى السكري بيّنت فيها أهمية تناول الفول وتجنب الشاي والقهوة، مشددة على أنه لابد من شرب المياه بكثرة بين الإفطار والسحور، إذ إن الجسم يحتاج من 6 ل 8 أكواب كبيرة في المياه. أشارت إلى ضرورة قياس السكر قبل الفجر لمرضى السكر. في سياق آخر، ناشدت وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، والمصدر معانا كان من صحيفة الوطن المصرية. هذا كان بيانا مهما من وزارة الصحة المصرية للمواطنين في هذا الشهر الفضيل، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة، تفاصيل قيام المصريون بضخ 500 مليون جنيه في بنوك الحكومة في أيام. ارتفعت حصيلة بيع شهادات 18% في البنك الأهلي وبنك مصر إلى نحو 499 مليار جنيه خلال 20 يوم في مصر، وذلك منذ بدء طرحها في 21 مارس الماضي. تبلغ مدة شهادة 18% سنة واحدة، ويتم صرف عائدها شهريا، حيث يتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء. وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم إصدارها للأفراد الطبيعيين أو القُصّر. وطرح البنك الأهلي المصري شهادة تحت اسم الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري الذي يبلغ 18% سنويا، ويمكن إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة والاقتراض أيضا. كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، يعني تاريخ الإصدار. وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي رفع سعر الفائدة بمعدل 1%، حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%. المصدر معانا كان من القرار 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا مبلغ ضخم جدا، 500 مليون جنيه، يعني 500 مليار جنيه، المصريون يضخون هذا المبلغ في البنوك. وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر المهم. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأسعار لم تشهدها مصر في تاريخها. الذهب بيقفز مرتين خلال ساعة، وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا بالتوازي مع أسعار الذهب أمس عالميا، حيث قفزت الأسعار مرتين في أقل من ساعة. ارتفعت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا في بداية التداول، وتخطى الذهب عيار 21 الألف جنيه بدون المصنعية، وذلك بالتوازي مع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بالبورصة العالمية. سجل سعر الذهب عيار 24 إيراد 1157 جنيه، وكان يسجل الأحد 1138 جنيه 65 قرش. كما سجل سعر الذهب عيار 21 إيراد
1013 جنيه، وكان يسجل الأحد 996 جنيه ونص. وسجل سعر الذهب عيار 18 إيراد 868 جنيه، وكان يسجل الأحد 854 جنيه 45 قرش. ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل لم تشهده في مصر في تاريخها. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم، وهذه كانت آخر أسعار الذهب في الوقت الحالي، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر طبعا لما أسعار الذهب يعني ترتفع في مصر. إذا اعرف على طول إنها مربوطة بسعر عالمي، أسعار الذهب العالمية بترتفع، إذا أسعار الذهب في مصر هترتفع أيضا غير المصنعية. هذه الأسعار اللي أنا قلتها لحضراتكم غير المصنعية. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتفاصيل منح الجنسية لابنة رجل أعمال سوري كبير مقابل مبلغ ضخم. نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الحكومة بالموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص من المواطنين السوريين والفلسطينيين. وتضمن القرار منح الجنسية لفلك محمد باسل رضوان من مواليد القاهرة بتاريخ 14 يناير 2002 ابنة المستثمر السوري ورجل الأعمال محمد باسل رضوان مالك شركة قطونيل. وفي فبراير 2021 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا وزاريا تم بموجبه منح الجنسية المصرية لرجل الأعمال محمد باسل رضوان مالك شركة قطونيل، وحمل القرار رقم 273 لسنة 2021. ويعد باسل رضوان سماقية، هو رجل أعمال سوري مقيم في مصر منذ ثمانينيات القرن الماضي من مواليد مدينة حلب عام 71، ولا يمتلك استثمارات في سوريا، إذ تتركز استثماراته في مصر. وبدأ باسل استثماراته بالشراكة مع والده وشقيقه، إلى أن تسببت خلافات بينهم في الانفصال ليؤسس شركة قطونيل، ليتجه والده وشقيقه لتأسيس شركة الإمبراطور. قطونيل تأسست عام 1999، وتعد من كبرى الشركات العاملة في مجال الملابس الداخلية بالسوق المصرية، وتمتلك أربع مصانع حاليا، بينهما مصنع في جسر السويس والعاشر من رمضان، وآخر في منطقة الخنكة الصناعية. وفي 2019 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم 3099 لسنة 2019، نصت مادته الأولى على مراعاة الشروط المنصوص عليها بالبنود الفرعية 1 و2 و3 بشأن الجنسية المصرية. يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة 4 مقررا 1 من القانون المشار إليه منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات التالية وفقا للجريدة الرسمية: شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع صاحب الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار. إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي يحول من الخارج وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع. إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكيا بموجب تحويل بنكي من الخارج كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري، أو إيداع مبلغ 1,000,000 دولار أمريكي كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري. المصدر معانا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. مصر تمنح الجنسية لابنة رجل أعمال سوري، وكانت في السابق قد منحت رجل الأعمال السوري باسل رضوان الجنسية المصرية مقابل الاستثمارات. طبعا كلنا عارفين شركة قطونيل للملابس الداخلية، بنشوف إعلاناتها في رمضان، وأكيد كلنا بنشتري من هذا البراند. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.